to see it, to think about it, to dream it, then you can do it. إذا كان عندك كاباسيتي في مخك كهو مش تحكي على فيزيكال في مخك إنك تشوف هالحاجة تخمم فيها تحلمها تجم تعملها شنو عملت بالضبط؟ ويتلوش في الترافاي اسوسياتيف أمنت الترافاي اسوسياتيف باش يعطيني لي كومبيتونس نلوش فيهم نتورك لي فورماسيون عباد وكل شيء لكن ما كنتش نخلط نخلص لي كونفيرونس خاطر كل جمعة كنت نحضر في كونفيرونس زوز شنو عملت نخدم في حامة سود خدمت في صالون دو تي سيرفور خدمت كيسي خدمت بلونجور كنت نخسف في الكيسين ساعات نضرب 12 ساعه نخدم من 1 جوان حتى ل 30 سبتمبر كنت ناخذ في 350 دينار بار موا نخدم من 5 نتاع العشيه ل 5 نتاع الصباح خدمت بلومبي خدمت الكتريسيان ناخذ ساعات 7000 في النهار كنت نروح نمشي مرمدة وصلت اسخت مومو نبكي كي نشوف صحابي هابطين البحر لكن تو الحلم نتاعي كان مقسوم على ثلاثه نخلق الحلم نتاعي ان ولي بابليك سبيكر في العالم الحلم الثاني اني نعمل شونجمون في السوسيتي نتاعي خاطر هذيك الميسيون دو لا فامي بالنسبه لي انا والحلم الثالث انه تو ميك سامون براود صحابي عائلتي يكونوا فخورين بيا بلادي تكون فخوره بيا حضرت مره في كونفرنس برا في مصر وعملت سبيتش على اش معناتها الشباب التونسي وقت اللي يقف واحد من تونس يقول لك انا فخور انك ولدت بلادي تعطيك حاجه من الداخل ما تنجمش تفسرها تعطيك حاجه عمرك ما تنجم تعرفها الا كي تعملها بن سويتلاند قال مره اللي قالوها برشا عباد اليوم سمعتها success is a journey not a destination ماهيش destination success ان فيت success راهو جورني اذا كان success غاديك وين بابل وانت تغزر له destination كي توصل هنا مش تقول ما نجحتش اما كي تخمم فيه كوم رحله كي توصل هنا تقول نجحت شويه كي توصل هنا تقول زدت نجحت وديما سكسسفول هنا خاطر ديما نقول اذا كان عندك في مخك كيفاش تشوف هالحلمه هذيك كيفاش تخمم فيها لازمك فلوس لازمك نتورك لازمك كتاف لازمك حتى شيء الحاجه الوحيده لازمك هي تو بليف انك تمن ديب انسايد الداخل نتاعك انه لا امبوسيبل اكزيست با انه الاوبستكلز موجودين لكن you have to overcome the obstacles هذوك تتعدى فوق الزبستاكل هذوك الحاجة الأخرى يعني من بيها مثلا مش حاجة اسمها ندم ثم حاجة اسمها decision غلطة ثم حاجة اسمها experience مش مقديمة تقول تعلمت تكنترت في ماستر عامي لتو مزيت عندي ليسونس ابليكي اون انجلي ديزافير ما عنديش ماستر تكنترت في 4 بورس تقبلتش لا في ميرول لا في تشيفنينغ لا في فولبرايت وفي 4 بورس عملتها وقتها المينا ريجن تكنترت في 6 كونفيرونس على الشيل انترناسيونال كنت كي نتنرفز 24 ساعة نكسر الدنيا نعيط نتكيف باكو دخان 24 ساعة عطيتها حقها كي من غدوة كي نقوم الصباح it's a new day نهار جديد كي نقوم في نهار جديد هذايا شنو نقول شنو تعلمت شنو علمتك الحكاية هذايا تو انا عمري 23 سنة عملتهم شهرين تالي نخدم في البريتش كونسل عندي عام وثمانية شهور تويكا في بريتش كونسل سافرت ثمانية دول وفوق هذا الكل قاعد ندور في تونس نعطي في لي فورماسيون على البابليك سبيكينغ بلاش فلوس نعطي في لي فورماسيون على الديبيتينغ بلاش فلوس موتيفي العباد بلاش فلوس على خاطر السمشن على خاطر هذاك الحلم نتاعي ملي انا صغير انه كي نمشي ساعات لبلايص خدمت في قفص خدمت في قاسين خدمت في جيبس خدمت في تونس خدمت في بنزرت عملت 18 ولاية في عام ونص وانا ندور على ولايات ونحكي مع العباد شنقول لهم اذا كان عندك في مخك مش تشوف الحاجة تحلم بيها تمن بيها تجم تعملها نفس المساج حلمي في حياتي كان على ثلاثة نقاط نقطة الأولى ديفلوبي روحي رد روحي عن بون فورماتور نقطة ثانية نغير السوسيتي متاعي لأنه الشباب هو اللي يجب يبدل كما قالوا برشا عبيد قبلي قال بسام قال معز اش قالوا قال لك ما تستناش للحكومه باش تعطيك ما تستناش حتى حد باش يعطيك انا قيت في فاكر في نابل ماهيش من اقوى الفاكهات قيت في 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 بانيه تخش عليها بني تستاج معني الساحه كي تلقاني نقرا في السانكيام ميتا ساعات ما ندخلش نقرا ندخل ما ثماش اسانسور نطلع في في الدروج ما قالوش بروفيت طياره فهم بروفيت موتيفيتني مشيت بالكار نمشي بالكار نقرا عشت حياة نورمال كونت روحي صرفت على روحي على خاطر حاجة برك أمنت أنه المخ متاعنا حاجة اكسترا اوردينير تجم تعملنا حاجات ما نصوروش نعملوها
كي نقرر روحي 5 سنين التالي 6 سنين التالي نقول وين كنت وين وليت. اول فواياج عملته في 2011 وفي 2014 تبعي كم حصل وي فواياج على خاطر امنت خاطر حلمت وامنت انه الحلم متاعي نجم نعمله. ميرسي بوكو حمزه كعبه. Motivation letters, and by the end I was accepted by the English speaking union to take part of a debate training in Jordan. It was in October 2011, so I'm officially a debate trainer since 2011 until now. But بالنسبة لpublic speaking أنا developed روحي وقعدت نلوش في كتب نقرأ عليها عن public speaking. لين بشوية بشوية نمشي وحدي يعني نمشي للأسوسيسيون كنت حبش formation public speaking وناخذ feedback. أعطيني feedback أعطيني رأيك على البرزنتاسيون. نمن إن public speaking الرول متاعه number one tell a story make a point أحكي قصة وعطينا البوينت بهاند ستوري عطينا شنو النقطة اللي تحب تحكي عليها ولا القصة. الحاجة الأخرى في البابليك سبيكينج أنا كنت من أكبر الحشامة في العالم معناتها إنسان كنت حشام برشا وكما قالوا برشا عبيد أوز. جيت مرة في كونفيرونس 2010 وقفت قدام 500 قريت الميكرو باش نحكي ما نحكي لكش قلبي يعمل في سيمفونية وحده عرق وجهي زراق وكل شيء يتوم حصل أكثر من 250 فورماسيون بابليك سبيكينج كنت حشام على الاخر. الحاجه انك ديما نقول لك اذا كان عندك في مخك كيفاش تشوفها كيفاش تحلمها وانك تخمم فيها انها موجوده لازم تعملها. ثم واحد كان يعمل كان يخدم في الامريكان ارمي كان يعمل قفز بالميدالات نهار منهم ساقيه ما عادش يقف عليهم تشلوا حاشاكم الطب نتاع العالم الكل قالوا له ما عادش تمشي على ساقيك. في الفيديو نتاعو يقول لك هما غلطوا وطلعوا غالطين وورا في الفيديو كيفاش هما غالطين تو السيد رجع يجري الطب نتاع العالم الكل قالوا ما عادش تمشي على ساقيه قنع روحه انه يمشي على ساقيه كما انا قنعت روحي ان نجم نقف قدام اودينس ونجم نحكي قدام اودينس ونجم موتيفي اودينس ونجم انفورمي اودينس. ميرسي. مش نفس الكلام على خاطر اذا كان باش نحكي نفس القصه كوبي بيست كوبي بيست مش توصلني حد شيء. ديما عندي قصه ديما عندي حكايه ديما نقابل في عباد جدد نبدل في الديسكور نتاعي من بلاصه لبلاصه على خاطر الاودينس هو اللي يحكم فيك شنو باش تحكي وكيفاش باش تحكي. في البلدان العربيه كي نمشي نحكي اول كلمه نقولها راني انا ولد تونس وتونسي ونقعد ديما معناتها ولد تونس واذا كان العباد تقول تونس ماهيش بلاد يعني ماهيش كما نقولوا احنا المدينه الفاضله نتاع افلاطون لكن نشوف هي طلعتني انا وطلعتكم انتم طلعت مصر كل ما بيان سور تتبدل تقبل الكلام نتاعي يتبدل من بلاصه لبلاصه مش نفس الكلام باش نقولوا هذاك علاش ديما قلت لك نعرف الاودينس نتاعي شنو يحب هو ونحاول نبدل الديسكور نتاعي من بلاصه بس لكن ديما نمن اللي لازم يكون واحد اس اونست اس بوسيبل لازم يكون ديما اونيت قدام الاودينس نتاعه. سيليباتير.